مرحبا، بداية أسبوع جديدة عم ترافق فيها نحن وأنتو عبر شاشة سما الفضائية لنواكب آخر الأخبار والتطورات على الساحة الفنية بالساعات القليلة الماضية. ابتدى الوليد الحلاني سنة 2024 بإصدار أغنيته الجديدة اللي بتحمل عنوان زلم الزمن، العمل من كلمات وألحان كارل حسين وتوزيع الرزق، وصور الوليد الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج إبراهيم كسرواني. وعم يستعد الوليد لجولته المقبلة بأستراليا يلي رح يزورها خلال الشهر الحالي، فرح يحيي حفلين يلتقي فيهم مع جمهوره اللبناني والعربي. بلا ولا شيء أغنية كتبت للممثلة كارمن لوبوس. صرحت الممثلة اللبنانية كارمن لوبوس بأنه زياد الرحباني كتب لها أغنية بلا ولا شيء وأغنية بنص الجو يلي غنتها الفنانة لطيفة، وكانت كمان إلها، وقالت إنها كانت بدها تغنيها بالتسعينات لكنها رفضت لكونه كلامها في بعض الجرأة لتعود لطيفة وتغنيها بعد سنوات. وطبعاً هي التصريحات عملت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وصار في تفاوت كبير بالآراء، والبعض قال إنه الأغاني إلها مدة، فشو سبب حديثة عنهم بعد هالوقت؟ ألبوم عمرو دياب مكانك يحقق رقم قياسي. حقق ألبوم النجم المصري عمرو دياب رقم قياسي جديد عبر منصة أنغامي خلال الساعات الماضية، بعد ما تجاوز عدد مرات استماعه حاجز 1 مليون استماع من وقت طرحه بال28 من شهر ديسمبر. وتضمن ألبوم دياب 12 أغنية باللهجة المصرية تعاون فيها مع عدة من أهم الشعراء منهم تامر حسين، أيمن بهجت، أمر، بهاء الدين محمد، إلى جانب مجموعة من الملحنين مثل عزيز الشافعي، محمد يحيى، وإسلام زكي. وكانت منصة أنغامي أطلقت ألبوم عمرو دياب مكانك حصرياً عبر منصتها بعد غياب دام ما يقارب 3 سنوات على طرح آخر ألبوماته الغنائية يا أنا يا لا بديسمبر 2020. هي كانت جولتي السريعة على آخر وأهم الأخبار الفنية بالساعات القليلة الماضية. أكيد موعدي معكم بيتجدد بكرة بترندات المشاهير والنجوم المفضلين عندكم. باي.